بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ولاد نروح للدرس الثاني من الوحدة التاسعة. خدنا الدرس الأول تكوين القصور، أمال الدرس الثاني اسمه إيه؟ تحليل القصور، إزاي نفصصها؟ تعالوا كده في البداية مثال تمهيدي بيقول لي اكتب الكسر الاعتيادي لكل رسمة من هذه الرسوم، وقلنا الاعتيادي ممكن نقول عليها الكسر العادي. هنا هو الشكل ده 4 أجزاء، طب اللي تلون كام؟ اللي تلون 3 من 4 يبقى 3 أرباع، طب باللغة العربية 3 أرباع، طب هنا اتلون 1 والإجمالي 3 وباللغة العربية ثلث، طب هنا 4 فوق و4 تحت يبقوا 8، يبقى الإجمالي 8، اتلون 4 يبقى كم من كام؟ يبقى 4 من 8، واللي يتقال عليها 4 أثمان، طب هنا تعد كله تلاقي 5، واللي تلون 1 يبقى باللغة العربية 5 وبالرمزي 5. آدي الجزء اللي مرتبط بالدرس السابق. تعالوا بقى ازاي نعمل تحليل للقصور. درس المرة اللي فاتت كنا ازاي بنكون كسر، تحليل القصور ازاي نقسم الواحد الصحيح، نقسمه نفصصه نجزأه نقطعه، او ازاي نقسم الكسر الاعتيادي الى اجزاء او وحدات اصغر منها منفصلة متقطعة. زي ايه؟ انا جبت فطيرة اهي ورحت جايب المقص تك تك، يبقى المستر عمل ايه في الفطيرة؟ قسمها 4 أجزاء متساوية، يبقى الولد الأول هياخد زي التاني زي التالت زي الرابع، يبقى معنى كده المستر حامد عامل إيه؟ حلل الواحد الصحيح ل4 أجزاء يتقال عليهم 4 أرباع. طب تعالى نشوف شكلهم بعد التقطيع، أدي جزء 2 3 4، طب قول لي جزء اسمه ربع، ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع 4 أرباع، اللي هي الفطيرة الكاملة والواحد الصحيح. طب لو إجا ولد قال لي أنا قسمتها يا مستر بالمقص جزئين، أقول له يبقى ده نص وده نص، قال لي وخدت دي قسمتها جزئين يبقى دي ربعين ودي ربعين، ما أنت جمعت ربعين وربعين 4 على 4 اللي هي واحد الصحيح. يبقى التقسيم هنا غير التقسيم هنا، ولكن كله بيمثل وحدة كاملة. تعال نشوف مثال كامل. حلل الكسر الاعتيادي 4 أخماس، يعني إيه حلله؟ قطعه بأكتر من طريقة. 4 تخماس، فولد قال يعني 4 من الـ5، خمس وخمس وخمس وخمس، اجمع الخمس 4 مرات تبقى الإجابة 4 تخماس. ده تقسيم لولد. ولد تاني قال لا انا مش عاجبني طريقه زميلي، امال هعمل ايه؟ قال انا عايز اقص بالمقص الـ3 تخماس دول لوحدهم والخمس ده لوحده، قلت له ما هي هي 3 تخماس وده خمس، لو جمعتهم يبقى 4 تخماس. يبقى مين اللي اختلف؟ اللي اختلف يا ولاد الشكل، ولكن القيمه هي هي. زي ايه؟ انا معايا جنيه وكمان معايا جنيه، اديته للولد الاولاني فك نصين نص ونص، طب الجنيه ده اديته الولد تاني فك ربع 4 مرات، ما هو ده جنيه وده جنيه ولكن التقسيم مختلف. تمام، يلا نشوف كده مثال بيقول لي ايه. حلل الواحد الصحيح الى قصور الوحده. خلي بالك بقى من دي، ما دام قال قصور الايه الوحده يبقى عايز يشتغل بالمفرد، الواحد تقطعه ايه؟ يجي ولد قال لي ممكن يبقى 4 ارباع، ممكن يبقى 5 تخماس، ممكن يبقى 6 أسداس. بصراحة مستر أنا مش عارف، قلت له لو مش عارف عد الخانات الفاضية، بص بص 1 2 3 4 5، يبقى أنت فهمت إن عايز يقطعه 5 أجزاء، فهمتك، يبقى 5 والتاني 5 والتالت 5 والرابع 5 والخامس 5، اجمعهم يبقى 5 تخماس اللي هم الواحد الصحيح. يبقى مستر حامد عرف التقسيم منين؟ من عدد الأماكن الفاضية يا ولاد، ده برضو 1. طب أعرف التقسيم منين؟ عد 1 2 3 4، يبقى نجزأه 4 أجزاء، ربع وربع وربع وربع. طب التلت ما دام المقام 3 يبقى 3 أجزاء، تلت وتلت وتلت، 3 تلات بـ1. وفي مثال معروف في مصر دايما يقول لك ايه على الولد الخايب ده؟ ما يعرفش تلت التلاتة كام. تلت التلاتة يعني نقسم التلاتة 3 أجزاء، يبقى 1 و1 و1. طب تلت الواحد كام؟ تلت وتلت وتلت، 3 أتلات، يبقى تلت الواحد تلت. 3 تخماس
نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نجزئها بعدد مين؟ اللي فوق. هنا 3 من الخمسة، يبقى الفكة بتاعتها خمس وخمس وخمس، اجمعهم يبقى 3 خماس. ماشي ماشي. المقام هنا 3 على 3، 3 على 3 دي يا جماعة يعني 1 صحيح. طب عمو عايز يقسمها 3 أجزاء، وعندي المقام 3، يبقى تلت وتلت وتلت، لو جمعتهم يبقى 3 على 3 اللي هي 1 صحيح. طب تلتين المقام 3 تتساب زي ما هي، والاتنين تتقطع 1 وواحد. طب 90 التسعة زي ما هي، والاتنين تتفكك 1 وواحد. طب 5 أسداس، برافو عليك، نسيب المقام زي ما هو، 6 6 6 6، والخمسة يتفصصهم 1 1 1 1. السدس 5 مرات تبقى 5 أسداس. طب 3 أتمان، أقول له نسيب المقام زي ما هو، المقام في كل مرة 8. طب التلاتة 1 1 1. حد خد باله من حاجة؟ لا، التفصيصات اللي عملناها في كل المسائل دي كلها بادئة بالبسط بواحد. اشمعنى؟ لأن عايزها قصور وحدة، وقصور وحدة يعني مفردة، يعني لازم في البسط واحد. طب يا مستر، هي كل التفصيصات والتحليلات كده؟ لك لا، ممكن نفصص بأكتر من طريقة. اديني مثال. تحليل الكسر الاعتيادي 6 على 7، يعني السبع 6 مرات، ولكن عمو عايزها بأكتر من طريقة. قال لك يعني من حقي أمسك الستة وأجيب مكوناتها. إجا ولد قال الستة نصين بحق الله، 3 و3، يبقى 3 من 7 و3 من 7. طب عايز أتأكد، اجمعهم فوق 6 والمقام زي ما هو، تمام. إجا ولد قال لا، أنا مش عايز أقلد زميلي، الستة دي 5 و1، يبقى 7 و5 أسباع، اجمعهم يبقى 6 أسباع. دي زي دي، ولكن الفكة غير الفكة. ولد تاني قال أنا أفك الستة 3 مرات إزاي؟ 3 أسباع و70 و7. طب اتأكد يا ابني، قال لي نسيب السبعة، 3 و2 5، وكمان 1 6. مش قلت لك يا مستر واحد تاني هيفصص بشكل آخر؟ بشكل آخر. فين الشكل؟ اجمع فوق يبقى 6، والمقام زي ما هو، يبقى كل ال4 أشكال وصلونا ل6 أسباع، ولكن دي بطريقة ودي بطريقة ودي بطريقة، وكل تلميذ له أسلوبه في إيجاد المكونات. نفس السؤال، حلل كل كسر من القصور الآتية ولكن بطريقتين. تعال نبدأ بالأولى، 4 على كام؟ على 9. إزاي نفصصهم؟ إجا ولد قال أشد 3 شرط وأسيب 9 زي ما هي. طب عايز افك ال4، هات مكوناتها، 2 و2 4، بس دول 3 اماكن، يبقى نسيب الاتنين، 1 و1. شفت ازاي؟ طب 3 على ال4، نشد ال3 شرط في الاماكن، 4 4 4. طب عايز التلاتة، 1 1 1. طب 3 اسداس بمكانين، ادي الستة وادي الستة، هات مكونات التلاتة، 2 و1. طب 4 اتسع بمكانين، سيب التسعة زي ما هي، والاربعة 2 و2. طب هنا 3 ارباع، نجيبها ازاي باسلوب مختلف؟ بمكانين، نسيب الاربعة زي ما هي، والتلاتة 2 و1. خدت بالك من حاجة؟ دي 3 ارباع ودي 3 ارباع، بس ده اشتغل بالمفرد، ده اشتغل 2 و1. طب ال3 اسداس، 2 و1. طب عايزها بشكل تاني بتلات اماكن، نسيب الستة زي ما هي، والتلاتة 1 و1 و1، وهكذا. مثال كمان هنا، 6 اسباع بمكانين، ادي السبعة وادي السبعة، الستة 3 و3، عشان ما تفتكرش انهم يبقى لازم قد بعض، 4 و2 يا عم. طب هنا نسيب كم مكان؟ 4 اماكن، 7 7 7 7. طب عايز افك الستة، اجا ولد قال 3 و3، اقول له ده 4 اماكن، 2 و2 و2، اقول له ده 4 اماكن. طب نعملها ازاي؟ 2 و2 4، فاضل لي 2، يبقى 1 و1، وهسيبك انت تحل دول في الدرس الجميل السهل، لعبة الدومينو والضمنة. اكتب الكسر اللي بيعبر عنه كل قطع الضمنة باستخدام قصور الوحدة. هنا اتلون كام؟ 5، وهنا 6، يبقى الصغير 5 والكبير 6، يبقى النهائي 5 أسداس. طب عم محللها بقصور الوحدة، تمام. هنا 3، هنا 4،
يبقى الإجمالي كام؟ تلات أرباع. طب في الكام براحتي؟ لا مش براحتك، لأنه قال لك بقصور الوحدة، يبقى نشتغل بالمفرد يا زياد، يبقى ربع زائد ربع زائد ربع. التانية هنا اتنين وهنا خمسة، يبقى الإجابة 2 من 5. طب عايزة فكها بقصور الوحدة، اشتغل بالمفرد، يبقى خمس زائد خمس. تمام تمام السؤال ده بقى كسر اعتيادي 8 أجزاء، عايز يعمل له تفصيصتين تحليلتين، فولد قال التمانية أربعة وأربعة، يبقى 4 أجزاء وأربع أجزاء، ولد قال لا فكها 3 أجزاء 4 و2 و2، والمقام زي ما هو، وعمل رسمة هنا 9 وهنا 9 لأن المقام 9، هنا كام؟ 4 و4، فلون 4 و4 بلونين مختلفين. طب 2 و2 و4، يلون 2 بلون و4 و2 بلون و4 بلون، وهكذا 6 أسباع. ازاي نفكها بتفصيصة متساوية؟ يبقى 3 على 7 زائد 3 على 7. طب تفصيصة أخرى 2 على 7، ها 2 على 7، اجمع يبقى 4، فاضل لي كام؟ 2 على 7، وهسيبك انت ترسم وهنا تجمع وتطلع بقية الشكل. حلل ثم ظلل، 5 أتمان عايزها جزئين، نسيب التمانية زي ما هي. طب والخمسة 2 و3، طب لون هتلون كام؟ هتلون 5 من 8، هتلون 5 من 8. اللي بعده 6 على 10 وعايزها 3 أجزاء، ادي 10 10 10. طب الستة 2 و2 و2، وهسيبك تلون وهكذا. 3 على 6 ازاي نجزأها؟ 6 6 ونقسم التلاتة 1 و2 وتلون 3 من 6. طب 4 تخماس بقصور الوحدة 5 و5 و5 و5. طب تلتين يبقى تلت زائد تلت، ولون التلتين وهكذا. لاحظ النموذج واكتب الكسر. يلا يا ولاد كم واحد متلون؟ 2، وكمان 4 يبقى 6. طب عد كله يبقى 6 على 10، 6 على 10 ادي الستة وادي العشرة. قال لي ثم حلله يعني جزأه، اعمل له تفصيصة براحتك وما شرطش عليك، ما قالش كسر الوحدة عشان يبقى بالمفرد. الستة 3 و3، هنا 4 من 5، وعمه حلل لك السؤال ده. هنا محتاج هندي 3 أرباع كوب من السكر عشان تعمل كيكه، طب هي معاها كوب قياسه ربع، بقول لك كم عدد المرات علشان تملى الكوب؟ هنا ربع، يعني نكرر الربع كم مره علشان نوصل لثلاث ارباع؟ اقول له الكوب الاول عندها ربع، وكمان واحد ربع، وكمان واحد ربع، لو جمعناهم يبقى 3 أرباع، يبقى هتكررها كم مره يا جماعه؟ يبقى الإجابة 3 مرات. آخر سؤال، مجموع ما أكلوا أحمد من الفطيرة دول ومجموع ما أكلوا مين؟ محمد من الفطيرة دول، اجمع للولد الأولاني هتطلع 7 على 10، اجمع للولد الثاني هتطلع كام؟ هتطلع 8 على 10. فالولد بيقول إن مجموع ما أكله يساوي مجموع ما أكله محمد. أقول له إزاي؟ ده أكل 7 من 10 وده 8 من 10، لا نوافق لأن الإجابتين مختلفين. وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي، ودايما اقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي، وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد، وشير في الخير خلي الكل يستفيد. صالح دعوتكم مستر حامد البيومي.